عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وموقف محرج جدا لمندوب اسرائيل في جمع في الاجتماع بتاع الامم المتحده، والناس بدات تقارن ما بينه وما بين مندوب فلسطين. شوفي الناس رحبت بيه وقد ايه، وكمان دموعه، وشوفي الناس احرجت مندوب اسرائيل قد ايه. And I thank you. Thank you, Mr. President. تبا لواقع تقتل فيه غزة من جديد أمام كاميرات العالم. تبا لكل من لا يحترم إنسانيتنا وكرامتنا ومعاناتنا، لكل من يبرر للقاتل أفعاله بدل أن يقف مع الضحية، لكل من يبرر الجريمة ويقدم واجب العزاء في الضحية ويفسر لها أن قاتلها غير مسؤول عن موتها. تبا لكل من لا يقف مع شعبنا في غزة ويوقف المجزرة. تبا لهذا المنبر إن لم يقال منه كلمة حق، وتبا لمن سيتحدث بعدي ليدافع عن الباطل ويبرر قتل الأبرياء. لا عدل على هذه الأرض، لنا الله وحسبنا هو الوكيل. Finally, رب نسأل ربنا سبحانه وتعالى كل التوفيق يا رب ونصر الأهل فلسطين، اللهم آمين، في ليلة الجمعة المباركة. ربنا يوفقهم وينصرهم ويرحم شهدائهم يا رب العالمين. شوف حضراتكم على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله. ربنا يصبر قلوبهم يا رب العالمين.